السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مروان حلم من مركز الأخبار التابع لمؤسسة دبي للإعلام، أحييكم وأقدم لكم نشرة مفصلة لآخر التطورات الاقتصادية وفيها. ونبقى في عالم تكنولوجيا المعلومات، تاجي توب أول جهاز كمبيوتر محمول عربي فريد من نوعه مدعم بالتقنية العربية أطلقته مجموعة أبو غزالة اليوم في دبي تحت شعار قارن ثم قرر. المجموعة كشفت في مؤتمر صحفي عن نيتها لطرح أكثر من 100,000 جهاز من هذا النوع بقيمة منافسة تصل إلى 400 دولار، سيتم بيعها وتوزيعها بسعر التكلفة الفعلية خلال العام المقبل في جميع البلدان العربية، حيث يحتوي هذا المحمول على مواصفات تقنية عالمية وبرامج معرفية وعملية مفيدة. وتحقيقا لوصول جهاز تاجي توب إلى كافة الشرائح، أكد طلال أبو غزالة رئيس مجموعة شركات طلال أبو غزالة أن هذا الجهاز المحمول هو منتج دولي تم تصنيعه لدى أكبر المصنعين الصينيين، يسعى إلى فتح الأبواب المعرفية لمغتنميه بسعر غير ربحي ومناسب. هو جهاز دولي، هو الاستخدام الدولي وبأعلى المواصفات الدولية، ولكن بسعر رخيص لأنه ليس لأغراض الربح. يعني نحن لسنا هذا ليس عملنا، وبالتالي نحن أردنا أن ننتج جهاز بالتكلفة يباع، وبالتالي يكون موجه لكل الاستعمالات، للرجل الأعمال، للموظف، لأي نشاط، والجزء الثاني للطلبة. بداية سيكون موجه للمنطقة العربية، إنما ما فيش جهاز مخصص لدولة معينة، هو جزء من بحر المنتجات الموجودة في العالم كله، وبالتالي سيصبح متاحا في كل العالم. لو حسبنا الحاجة لمثل هذا الجهاز في الوطن العربي على مدى السنين القادمة، نقول أننا في المستقبل القريب سنحتاج إلى 50 مليون جهاز سنوياً.